قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن أعدادا كبيرة من جثامين الشهداء ما تزال تحت أنقاض المنازل المدمرة، إن عملية انتشالها تتطلب معدات ثقيلة. طبعا نحن الآن أمام أحد منازل في منطقة شمال قطاع غزة الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي. هذا المنزل يوجد داخله أكثر من 50 إلى 60 شهيد. هناك مبادرات شبابية من منطقة الشمال من أجل الانتشال ما يمكن انتشاله من المواطنين المتواجدين تحت الأنقاض، وبالفعل هذا الجهد يعني أدى إلى انتشال بعض الشهداء الموجودين، لكن هناك أعداد كبيرة موجودة أيضا تحتاج إلى معدات ثقيلة، تحتاج إلى مواد متخصصة من أجل إنقاذ هؤلاء الناس، وبالتالي يجب أن يكون هناك حراك دولي من أجل إدخال المعدات الثقيلة، الحفارات، الجرافات إلى قطاع غزة حتى ننتهي من العمل في انتشال كافة جثامين الشهداء الموجودة تحت أنقاض المنازل التي دمرت في قطاع غزة.